ورجعنا لكم مرة تانية علشان نكمل الخيمة الرمضانية اللي احنا عاملينها معاكم النهاردة على الهواء مباشرة من برنامج نعم أستطيع. البرنامج اللي بيتبنى كل المواهب أيا كانت الموهبة هي ايه، من كل البلاد من كل المحافظات. لو عندك موهبة تعالى، لو عايز تطلع وتوصل صوتك معانا تعالى، لو نفسك تبقى فيموس مشهور، عايز توصل لحلمك تعالى، لان في نعم استطيع ايوه نستطيع ان احنا نتبنى كل المواهب ونوصل صوتها لكل مشاهدينا. بنرحب بضيوف فقرتنا الثانيه النهارده، الاستاذ محمود هيكل، اهلا بيك. عامل ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. وانت طيب. والاستاذه اميره كويس، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. شرفتوني النهارده في البرنامج، ونعم استطيع بتقول لكم اني ايوه انا استطيع واقدر اوصل لهدفي واوصل صوتي للناس، وحلمي هيتحقق ان شاء الله. صح؟ شاء الله. مش كده؟ صحيح. محمود، انت طالب هندسه ثالثه. أيوة. مدني مش كده؟ أيوة. منشد وملقي ومبتهل، الحمد لله. الله اكبر عليك، يعني سبع صنايع، بس البخت معانا هنا مش ضايع ان شاء الله. هنا يعني ان شاء الله تكون المنصه دي ومن المكان ده انطلاقه ليك ان شاء الله. بدايه خير ان شاء الله. بدايه خير ان شاء الله باذن الله. باذن الله. اديها نبذه عنك كده، يعني اعرف الجمهور بيك. والله انا اسمي محمود عبد العزيز هيكل، من قريه سنب الكبرى. سنب هو افتخر. تمام. مركز زفتة. ما هو مركز زفتة، قرية سيمبو الكبرى، بلد زفتة غربية. أيوة. يعني انت جاي لنا من الغربية. اكيد. اول جمهورية زفتة طبعا، يعني زفتة وافتخر، حق ان انا كاسمي زفتة وافتخر. طبعا بلدي. انا طالب في كلية هندسة الزازي. الحمد لله، يعني عندي موهبة الغناء، القاء شعر، قراءة قرآن، الحمد لله. يعني نقدر نقول محمود هيكل بتاع كله، كل حاجة، اي حاجة حطيني في اي مكان هتلاقيني. طب الحمد تمام لله. طيب هنتعرف بأميرة. انا اسمي أميرة كويس عمر. تمام. من محافظة المنيا. انا طالبة في الازهر تالتة اعدادي. ما شاء الله عليك. الانشاد ده اكتشفتني مدرسة في المعهد بتاعي وانا في اولى اعدادي، خدت مركز اول على المحافظة والتاني على الجمهورية. ما شاء الله عليك يا أميرة، أنت جميلة. الله يخليك. طيب ممكن كده نبتدي فقرتنا الجميلة وخيمتنا الرمضانية بآيات من القرآن الكريم؟ تمام. إن شاء الله نبدأ بأول آيتين من سورة ياسين. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. أميرة. نعم. عايزين نسمع حاجة رمضانية، حاجة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تحبي تقولي لنا ايه؟ سيدنا النبي حنين. سيدنا النبي حنين. الله الله الله. للعلم يا اميره انا سمعت لك سيدنا النبي حنين على بيج كده، بس يعني مش هنقول الاسم. الله 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 على نور رسول. سهل كده ولين. سيدنا
الله 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 عليه افضل الصلاه والسلام. يعني مش عايزه اقول لكم انتوا بجد عاملين مع بعض كيمياء حلوه قوي حقيقي، يعني مبسوطه بيكم جدا. انا اكتر والله. طيب من 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 قبل بقى ما اسالكم في حاجه، خلينا نسمع لك حاجه. هتسمعنا ايه؟ اسمعي، تحب اسمعي انشوده، تحب اسمعي اغاني، اللي انت عاوزه. انا احنا جايين هنا نسمعه بس، انت اختاري وانا اقول. ماشي، قول لنا انشوده. تمام، نبدا بانشوده ان شاء الله. بما اننا في رمضان بقى والناس يعني وبما ان الله جميله قوي، النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. بسم الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دا. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين، ساقه الله تعالى رحمة للعالمين. فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع،
مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. الله أكبر ما شاء الله. لا هو وجب الشكر علينا ان احنا بجد يعني بنشكر ربنا وبنشكر القدر اللي خلاكم تكونوا موجودين معانا النهارده بصراحه. الله اكبر عليكم ما شاء الله. انتوا فعلا فخر، فخر لبلدكم، فخر لاهلكم، لاصحابكم، فخر سيمبو. معلش فخر الايه؟ سيمبو بلدي طبعا يا طبعا 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 يا فندم. يعني تحيه كبيره لسيمبو والمنيا، ما اقدرش اقول حاجه عن المنيا، دول حبايبنا. اميره قولي لي بدايه موهبتك كانت امتى ومين اكتشفك؟ في اولى اعدادي لما انتقلت من المرحله الابتدائيه. ازاي اكتشفتي موهبتك؟ ازاي عرفتي ان انت عندك موهبه الانشاد وقويه فيها فعلا وتقدري تخطي فيها خطوات اساسيه؟ كنت بجلد الناس اللي بتطلع الاذاعه المدرسيه. بتغني زيهم؟ كنت بيقولوا انا شت، فانا كنت بقول زيي. فاكتشفوا ان صوتك حلو. شافتني اللي هي اللي بتدير الاذاعه نفسها، اسمها ايه؟ استاذه فاطمه. هنا شكر طبعا. أحلى تحية الأستاذة فاطمة، يعني اللي هي أخصائي اجتماعي، حاجة الجميلة. طيب يعني أخصائي اجتماعي، يعني تحية كبيرة جدا 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 لكل أخصائيين اجتماعيين اللي في مصر وبره مصر والمعهد برضو. والمعهد برضو. مين قدوتك؟ إن شاء الله أنا أحاول أن أنا أصنع حاجة من نفسي. ملكيش قدوة تقتدي بيها؟ في ناس مثل كتير. النقشبندي، ماهر زين. الله عليك، ناس كتير. أنت جميلة. الله يخليك. والله روعة فعلا. الله يحفظك. قولي بقى اكتشفت موهبتك امتى ومين اللي اكتشفها؟ والله هو موهبتي انا اكتشفتها بنفسي، ولكن تمام. حاولت ان انا انميها برضو بنفسي، لان انا الظروف حواليا ما ساعدتنيش قوي. يعني عندنا، يعني ازاي اكتشفتها بنفسك؟ يعني كل واحد فينا يعني ممكن يروح يغني ويقول انا صوتي جميل، فمش احنا اللي بنقدر نحكم، صح؟ لا انا زمايلي في المدرسه من زمان كانوا دايما يقولوا انت صوتك قريب من صوت مثلا شيخ معين، مغني معين كده يعني. فبعدها بدات ان انا فعلا يعني ابدا اقلد اصوات مشايخ، اصوات مغنيين، يعني بحيث ان انا اعلي من طبقه الصوت بتاعتي، اغير واحسن منها كده يعني. بعد كده بدات من امتى؟ من الابتدائي. انا كنت من الابتدائي، كنت انا في فترة الابتدائية والإعدادية والثانوية أنا اللي كنت كل يوم يوميا بقول القرآن الكريم في الإذاعة المدرسية. في الإذاعة المدرسية كل يوم. تمام. في الثلاث مراحل التعليمية. دور أهلك بقى إيه؟ يعني والدك ووالدتك في الموضوع؟ والله هو ما اعترضوش على إن أنا أقول إنشاد أو إن أنا أقول القرآن أو أغنى. دعموك؟ أو أي. كانوا مؤمنين بيك ولا؟ ايوه هم كانوا بيشجعوني دايما. يعني خلاص بقى يعني انت هتقول وهتطلع ومش عارف ايه. تشجيع، تشجيع معنوي مش مادي. ماشي. المهم ان هم يكونوا مشجعينك. دي لوحدها كفايه. يعني في ناس اهلها ما بيبقوش مؤمنين بيها، يعني انت هتغني مثلا هتطلع ايه، يعني انت مش عارف ايه، فمش بيدعموهم. فهل اهلك كان ليهم دور في ان هم يدعموك؟ دايما كانوا بيشجعوني. امي كانت دايما تقول لي ما شاء الله صوتك جميل، ويعني في فتره بتغني لليلى؟ بغني وبقول قران وكل ولا شعر القريه لا يسليها؟ لا كله بجد. لا والله يعني في البيت دايما في رايح جاي كده تلاقيني بدندن كده مع نفسي. قدوتك مين؟ انا قدوتي سيدنا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. يعني مفيش احلى من كده قدوه يعني. الحمد لله. نفسك توصل لايه؟ والله انا اي انسان بيتمنى ان هو يكون ناجح، اي انسان اكيد. انما الهدف ده حاجه في المستقبل، وانا عندي هدف ان شاء الله يعني اكون، يعني انا مهندس ان شاء الله اكون ليا شأن كويس في مجال الهندسة، وربنا يسهل. اصلا يعني انا عندي اكتر من هدف، ولكن هدفك توصل في حاجة في الانشاد او الغناء يعني؟ ايوه اكيد، انا من زمان بحلم بكده. عايز تبقى مين؟ بس الظروف حواليا لما لقيتها مش مساعداني مثلا ان انا اعرف اقدم في مسابقات في بتاع كده، خلاص اللي هو ايه، خلاص اغني مع نفسي. محمود عايز يبقى مين؟ والله انا راضي عن نفسي، بس عايز اكون احسن. انا راضي عن نفسي وعايز اكون احسن الحمد لله، يعني على كل شيء. نفسي اكون شخصيه متميزه،
عن 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 اهلي، عن عن اخواتي، عن عن قرايبي، اكون ليا شأن مختلف ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. على فكره برنامج نعم استطيع والمنتج الفني للبرنامج بيدعم كل المواهب. ان شاء الله ايدك في ايدينا ان شاء الله هتوصل باذن الله، نكون خطوه حلوه جدا في ان انت توصل فعلا. ان شاء الله. تيجوا نلعب؟ ده ورق مكتوب فيه. طيب قبل ما نلعب احنا معانا اتصال. تمام. معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الفل يا استاذ امير، ازيك عامل ايه؟ صباح الفل. حلقه موفقه جدا جدا، والنهارده اصوات وشخصيات رائعه بصراحه، كوكتيل رائع ومتميز جدا 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 النهارده. اولا كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ وليد. وان شاء الله ان شاء الله حلقتنا تكون بتعجب حضرتك. استاذ وليد يا جماعه المنتج الفني، المداخله دي مهمه جدا، المنتج الفني للبرنامج. تقول ايه يا استاذ وليد للشباب الموجود معانا النهارده؟ والله اول حاجه احب اقول قوي ان احنا في برنامج نعم استطيع دايما، النهارده الحلقه 147، بندعم دوما المواهب الشابه من محافظات مصر سواء صعيد او واجه بحري. يمكن محمود اللي قاعد قدامك من المحافظه الغربيه، قريه سمبر الكبرى، مركز زفت غربيه من قريتي، بدعم دايما اهل الغربيه. ومعاكي اميره ما شاء الله من المنيا. النهارده في اتحاد عارفه صعيد وريف، النهارده بيتحدوا في موهبه، رعايه الموهوبين ده شيء اساسي بنحبه جدا. وانا بقول لاي حد عايز يطلع موهبته نعم استطيع فاتحه ايديها لاي حد عنده موهبه، سواء رسم او شعر او تمثيل او انشاد او اي شيء، دايما بندعم المواهب. وان شاء الله نعم استطيع دايما لا شيء مستحيل، ان الله على كل شيء قدير. ان شاء الله. يعني بجد مكالمتك دي دعم كبير جدا لكل الشباب الموجود وكل موهبه. احب كمان بقى اقول حاجه اخيره ليك انت شخصيا يا اميره، بدايتك النهارده معايا اول حلقه في البرنامج، بصراحه اضافه قويه جدا لبرنامج نعم استطيع. واعتقد يعني دايما قلتها لك احنا ان شاء الله بدويته حلوه قوي، ودايما البرنامج برضه فاتح ذراعاته لاي مذيع عنده رساله وهدف، عنده شيء كويس. واميره النهارده بصراحه بسميكي ميلاد عندنا، لانك اضافه جدا وقويه جدا لبرنامج نعم استطيع. ميرسي جدا مستر وليد، واشكر الضيوف وان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله احنا معاكم يا جماعه متابعينكم ان شاء الله، معانا ان شاء الله دايما ان شاء الله. ربنا يعزك يا باشمهندس. السلام عليكم. ميرسي جدا لمكالمتك يا مستر وليد، وعلى فكره دي دعم كبير يعني. جيد ربنا يخليك. فخلونا نلعب. ماشي. دي لعبه، هطلع ورقه، اختار ورقه وهشوف. هقول لك الكلمه اللي فيها بتمثل لك ايه بس، وانت ترد عليا. الشهره تمثل لك ايه؟ الشهرة تحب الناس. يا سلام، ايه الجمال ده؟ عايزه تكوني مشهورة؟ هو مش هتزهقي من الشهرة لما تبقي مشهورة؟ مش هتزهقي من انا مش عايزة الناس تنساني، عايزة يبقى ليكي ذكرى حلوة. أي. ان شاء الله باذن الله يا امير هيكون ليكي ذكرى حلوة ان شاء الله. البوكس ده صغير قوي، واضح. عزة. امي. الله الله يا ست الكل، كل سنه وانت طيبه. تحب تقول لها ايه؟ احب اقول لها كل سنه وانت طيبه، ربنا يديمك لنا يا رب ويحفظك لينا. وانا مش يعني انا مش لاقي كلام اقوله بصراحه يوصف الكلام اللي جوايا يعني ليكي، ربنا يديمك لنا يا رب ويحفظك ويشفيك يا رب. يا رب. اميره بلدك بتمثل لك ايه؟ بيحبوني يعني كله برضه ليه. ماشي، انا عشان ما نطولش علشان وقتنا قرب يخلص، اكيد دي مش اول واخر مره هتكونوا معانا وهنلعب كتير ان شاء الله. مين هيغني لنا؟ هي بقى تقول حاجه بقى. انا هقول حاجه على اغلاق المساجد. الله والحرم. الله، انت بتمسي القلب. بخليك. والله بتمسي القلب، بتقولي حاجه كلنا محطوطين فيها دلوقتي. على بعدك قلبي طيب حزين وحاله حال، ونبينا الغالي وحشنا وحشنا وشوقي والله طال. يا ما نفسي اشوفه والمس كفوفه، يا ما نفسي اشوفه والمس كفوفه، وانا بين ضيوفه دمعي غلطان.
مولانا الله 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 يا مولانا. أنا لما وصلت وشفت القبة القدرة قصادي نساني جمالها أهلي ومالي حتى أولادي. أنا لما وصلت وشفت القبة الخضرا قصادي نساني جمالها أهلي ومالي حتى أولادي. طيبة الحبيبة غالية علينا، طيبة الحبيبة غالية علينا. والنبي كده قال الله 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 يا مولانا، الله 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 يا مولانا. الله يا أميرة، يعني ربنا يبارك لي حبيبتي في صوتك يا رب. قول لنا حاجه بقى عشان نختم بيها عشان وقتنا خلاص. تمام، بما ان وقتنا خلاص هقول حاجه، يعني اصلا كنت مجهز القاء قصيده شعر ولكن ده هتطول لان ده هتاخد وقت. ممكن اقول اغنيه؟ ماشي. غناء حياه الروح لفضل شعر. او ممكن تقول لا ماشي، قول لنا حياه الروح حلوه نختم بيها حاجه جميله. تمام. يا حياه الروح قلبي مدى النوم ولا يوم ولا حرتاح، راح تنسى او تواني او تلقاني كل جراح. يا مسهرني ليالي وانت على بالي، حياة الروح قلبي مدى النوم ولا يوم ولا حرتاح، راح تنسى او تواني او تلقاني كل جراح. يا مسهرني ليالي وانت على بالي، انا عمري ما نسيتك ده انا ما صدقت لقيتك، وبتسال لو حبيتك وانا دايب فيك. شايفني جايلك دايب وجايب لك قلبي وجايب روحي وناس الحبايب ويبقى عمري الشريك. حياة الروح قلبي مدى النوم ولا يوم ولا حرتاح، راح تنسى او تواني او تلقاني كل جراح. يا مسهرني ليالي وانت على بالي، هات ايدك تحضن ايدي شوف حبك جوا وريدي، قربت اقول يا سيدي راح اموت في هواك، مش عايزك تبعد عني ولا عايز افضل مستني، ده انا منك وانت مني وحياتي معاك. حياة الروح قلبي مدى النوم ولا يوم ولا حرتاح، راح تنسى او تواني او تلقاني كل جراح. يا مسهرني ليالي وانت على بالي. شكرا جدا، شكرا 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 ليك. نعم. وشكرا لكل مشاهدينا وشكرا لضيوفنا اللي كانوا موجودين معانا النهارده ومشرفينا، واستنونا في حلقات جديده مفيده ومميزه جدا من برنامج نعم استطيع ان شاء الله.